لسه بقول الخبر اللي زعلني الحقيقة، وبقول الحاجة اللي زعلتني هي إصابة الشناوي. هل الشناوي هيكمل في البطولة كابتن علاء؟ والله المفروض التقرير طب الظهور راحة 8 أيام لحد دلوقتي، ده المبدئي، ولسه هيشوفوه. انت عارف الحاجات دي بتبقى النوعيه دي من الاصابات بيكون اللاعب هو الادرى بيها، يعني الشناوي بعد اسبوع ينزل تدريب هو اللي يكون حاسس يقدر ولا مش هيقدر. دي انا سالت فيها دكاتره النهارده، قال لك التشخيص حاجه واحساس اللاعب حاجه ثانيه. يعني دي قال لك في اصابات تبقى معروفه المده بتاعتها، لكن في اصابات ثانيه اللاعب هو اللي يحدد اذا كان يقدر او ما يقدرش. والشناوي طبعا الراجل، فباذن الله باذن الله هم بيعولوا ان شاء الله باذن الله ان خلال 10 ايام بالكثير يكون الشناوي جاهز. بس طبعا 10 ايام يكون خلاص البطوله، احنا خلاص ممكن ما يلحقش، يعني البطوله المفروض يوم 6، يعني ممكن ما يلحقش البطوله. لكن هم مش الناس مش متضايقه بس طبعا الشناوي اللي بعد عمله ابو جبل امبارح، بصراحه المصريين بيبقى عندهم تفاؤل كبير جدا جدا في ابو جبل. يعني ان شاء الله باذن الله هيكمل، بس ولكن ممكن في البطوله مش هيكون له دور تاني في البطوله. يعني لو ان شاء الله ربنا كرمنا ووصلنا لحد المباراه النهائيه، ممكن يكون الشناوي جاهز في المباراه النهائيه باذن الله. وابو جبل برضه كمان قدها كابتن علاء. لا طبعا ابو جبل امبارح ما شاء الله ما شاء الله، يعني من حسن حظه ان هو لعب، ان ربنا كرمه في كوره صدها بشكل رائع جدا قبل ضربات الترجيح. والكوره دي كل الخبراء برضه قالوا، يعني اتكلمت مع كابتن احمد ناجي، اتكلمت مع كابتن فكري صالح، اتكلمت معاه فقال لك ان الكره دي اللي صدها قبل نهايه المباراه دي كانت ليها عامل السحر، ان هو يستعيد ثقته في نفسه وان هو يدخل ضربات الجزاء وهو روحه المعنويه عاليه جدا. قال لو كانت ضربات الجزاء بس وبشرطه كان ممكن يبقى فيه مشكله شويه، لكن كل ان هو خد الوقتين الاضافيين وخد وصد عمل انقاذ رائع، دي رفعت قوي روحه المعنويه فشفناه بالشكل الرائع ده. يعني امبارح يمكن هو كان ممكن يصد اكتر من واحده، لكن ان شاء الله باذن الله ابو جبل امبارح يعني اثبت ان 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 كروش كان مخطئ جدا جدا في البدايه لما استبعده في البطوله العربيه. كابتن علاء سؤال اخير، انتقل الى النادي الاهلي. صفقات النادي الاهلي ومدى استمراريه موسيماني في النادي الاهلي، هيوقع وهيجدد ولا لا؟ بنسبه 100% هيجدد ان شاء الله، رغم ان موسيماني عمل يعني بعض التصريحات اللي مش كويسه، وزوجته ابتدت تلعب دور سلبي جدا جدا الفتره اللي فاتت دي. يعني شفنا زوجة موسيماني استغلت كاس الامم الافريقيه، واي منتخب بيخرج من البطوله وبيتم اقاله الجهاز الفني ليه بنشوف ان على طول زوجة موسيماني بتتواصل مع اتحاد الكره في هذا البلد، زي ما شفنا عملت مع السنغال وعملت مع غانا، ورشحت جوزها على طول ان هو يتولى المسؤوليه. لكن النادي الاهلي موسيماني خايف جدا، لان هو عارف لو تولى مسؤوليه اداره السنغال مثلا على سبيل المثال، او غانا على سبيل المثال في مباراه تصفيات كاس العالم وخرجت وفشل في التاهل لكاس العالم. الماتش كام يا كابتن علاء دلوقتي بتاع الاهلي وسموحه؟ نعم؟ الماتش كام بتاع الاهلي وسموحه الان؟ لا انا مش متابع والله، انا في حاجه في مؤتمر بره والله، فمش متابع الماتش. لكن دي ما بتفرقش مع النادي الاهلي خالص البطوله. بالنسبه للنادي الاهلي، النادي الاهلي كان واضح من البدايه ان البطوله لا تعني لي اي شيء، بالعكس النادي الاهلي هو اكثر نادي كسب من البطوله، ان هو استفاد عدد كبير جدا من الناشئين. يعني ان شاء الله باذن الله خلال يومين ثلاثه هنسمع عن انتقالات لخمس لعيبه في النادي الاهلي لانديه فيوتشر وفاركو والبنك الاهلي. فالنادي الاهلي يعني اذا كان في ان شاء الله باذن الله مليون ونص، النادي الاهلي هيستفيد اكثر من 8 مليون جنيه اعارات لثلاث لاعبين ان شاء الله خلال الفتره خلال الايام القليله ان شاء الله باذن الله. كابتن علاء عزة النقد الرياضي، بشكرك جدا يا فندم.